خوتي السلام عليكم، معكم سيف الدين سلاح العجلات عند الراية تاع الزبوج ولا تشلف. خوتي راهي 3:12 دقيقة. واحد الإنسان مواطن جزائري يوثق فيديو وهو في حالة غضب من ولاية الشلاف، فهذا الأخير مستأجر ورشة لتصليح عجلات السيارات، فيترك كل يوم ساعة زيادة نفس عجلات السيارات أمام محله لعابر السبيل والناس التي تتعطل عجلتهم. فوثقت كاميرا مراقبته هذا المواطن على الساعة 3 بعد منتصف الليل، شاهد ماذا فعل له. الآن راهي فسد كما راكم تشوفوا، فارتاجوا هذا الفيديو سكان ولاية تلف. خوتي هذه الساعة رانا نحطوها باش الناس تستفاد منها، أمبيلونس، أمن الوطني، درك الوطني، واحد عنده مالاد رايح الوهرن، واحد رايح الجزائر، واحد أون فامي، حافظونا على هذه الساعة الله يرحم والديكم. أون بليس دو سا، الساعة هذه راهي تبات برا باش نسلكوا بها الناس، ماشي باش نقوا الموتور ولا نقوا الطابيات. هذا راه في 20 مينيت ينقي هنا في الطابيات، وينقي في الطبلاطبور، وينقي في الموتور كما راكم تشوفوا. وطونوبيل فيراي، سيارة فيراي، كون نقولوا سيارة شابة يبعنا عليها النقا، هذه ديرها في النقا ما تبانش، ديرها في لافاش ما تبانش. خويا الله يعطيك الصحة والله يرضي عليك الوالدة والوالد. خويا ما توشيناش الساعة بهذه الطريقة الله يرحم والديك. خاوتي بارطاجوا هذا الفيديو للناس العيانين باش يوصلهم هذا الميساج. شوفوا كيف راه يفسد في النفس، وانا راني كاري على السيد، والسيد على 3 تاع الصباح راهو راقد، وانت كي تبدا تزيد في النفس في الريح تخرج الضغط كبير. سايس راه نوض الكومبريسور وديرونجينا السيد وانا كاري عليه، راه حشمان مني، احشم على راه خويا. هذه مش سيارة تاع اللي تنقيها عندي، ديها لافاش، ديها لافاش خويا، علاه تفسد، علاه تفسد؟ وعنده لاكونا في راي، راه يفسد. الله يهديك، ان شاء الله هذا الميساج يوصلك. بارطاجونا لي فيديو هذا، والله يهديك خويا، والله راني زعفان، راني نهضر من قلبي وزعفان. كيما راكم تشوفوا راهي 3 تاع الصباح، 3:15، شا راه يدير هنا مانيش عارف، شا راه يدير؟ ينقي في بورش، معليش، راه ينقي في الزبل وهو زبل، والله الا زبل، الله يهديك اخويا، الله يهديك.